السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل متابعي قناة جزائري في إسبانيا أينما كنتم. اليوم رجعت لكم في فيديو جديد، ولكن كالعادة قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع نتمنى منكم تصلوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا نذكركم بحملة استمرار المقاطعة نصرة له صلى الله عليه وسلم. موضوع تاع اليوم راح نتكلم فيه على رفض طلب التأشيرة الأوروبية. هناك العديد من الناس سألوني حول هذا الموضوع في حالة الطلب، ولاحظت أيضا أن هناك العديد والعديد من الناس بعد الرفض يقولون أننا لن نتحصل على الفيزا إلا إذا قمنا بتجديد جواز السفر. حقيقة فعلا عند تجديد جواز السفر هناك الرقم الخاص بجواز السفر يتغير. في هذه الحالة الناس يعتقد أنه بتغيير هذا الرقم سيخرجون من القائمة السوداء أو من قائمة الرفض التي هي موجودة في هذه القنصلية التي تقدموا إليها لطلب فيزا أو لطلب تأشيرة أوروبية. نقولكم أن هذا الكلام ليس بصحيح، وهو كلام فارغ، وأيضا يجب أن تتأكدوا أنه رقم جواز السفر يتغير فعلا، ولكن الرقم التعريف الوطني لا يتغير، والذي هو موجود تحت صورة تحت صورتك في جواز السفر. لذا يا إخواني ويا أخواتي لا تصدقوا كل هذه الإشاعات التي هي تدور بخصوص الرفض وبخصوص تجنب الرفض الثاني. سأخبركم ما هو الرفض. الرفض في التأشيرة هو أمر عادي، كأنك أتيت لتطرق باب ولم يفتح هذا الباب في وجهك، فقد تأتي بعد شهور أخرى وتطرق هذا الباب مجددا ويفتح في وجهك. القضية هي هكذا. لكن بخصوص أن السفارة أو القنصلية تهتم بتغييرك لجواز السفر أو لا حتى تخرج من القائمة السوداء، فهذا ليس له أساس من الصحة، وهذا طبعا كما يسمى محض خرافات لا أكثر ولا أقل. لأن التأشيرة الأوروبية لديها شروط وقوانين، وهناك تفاصيل صغيرة جدا قد لا ينتبه إليها أي شخص، بل قد لا تنتبه لها أو قد لا ينتبهون لها أصحاب الوكالات السياحية الذين هم لديهم خبرة كبيرة ولديهم سنوات كبيرة، لأن هذه التفاصيل الصغيرة قد تكون حاسمة في أمر القبول أو الرفض، وليس كما يزعم البعض أو يعتقد البعض أن جواز السفر إذا قمت بتغييره مع تغيير رقم جواز السفر طبعا، وهذا تلقائيا عند تغيير جواز السفر سيتغير الرقم، سوف تخرج من قائمة من القائمة السوداء التي هي موجودة في السفارة أو في القنصلية، وعند تقديمك للطلب مرة أخرى سوف يبشر طلبك بالقبول. هذا طبعا ليس موجود يا إخواني ويا أخواتي، حتى لا تقوم الناس بتغيير جواز سفرها. وطبعا هذه الميزة أو هذا الشيء فيه تعب، حتى لا تتعب الناس في شيء ولن تستفيد منه، لأن هناك العديد من الناس يطلقون هذه الإشاعات التي ليس لها أساس من الصحة، ولا أعلم من أين يأتون بهذه المعلومات، لأن كما قلت لكم لأن هناك رقم التعريف الوطني الذي لا يمكن أن يتغير، لأنه رقم التعريف الوطني. لو كان ذاك الرقم يتغير كان من الممكن فعلا أن نقول أن هذا التغيير هو تغيير منطقي وناجح وسيخدم أي إنسان في هذا المجال بالطبع. لذا يجب أن تبتعدوا عن هذا الأمر، وأن لا تقوموا بتغيير جواز سفركم أو بتغيير جواز السفر لهذا السبب. إن كان لأسباب أخرى قد لا أعلمها أنا أو لا يعلمها أي شخص إلا المعني بالأمر فهذا أمر آخر. أما إن كان بخصوص الرفض فأقول لكم القنصلية
ليس لها دخل بهذا الأمر، ولا يعنيها إن غيرت جوازك أو لم تغيره. فقط كما قلت لكم، الرفض والقبول يبنى على تفاصيل دقيقة وصغيرة جدا جدا، ومن الممكن أيضا تلك التفاصيل أن تكون هي السبب في الحصول في حصولك على الفيزا، بالرغم أنك لم تتبع كل الشروط وكل القوانين التي هي موجودة في طلب الفيزا أو في طلب التأشيرة، أو التي ينص عليها القانون الخاص بتلك القنصلية التي تقدمت لها أنت بطلب التأشيرة. لذا يا إخواني ويا أخواتي، فقط يجب عليكم التدقيق في الملف، والتدقيق طبعا في الحساب البنكي بالعملة الصعبة طبعا، وأيضا في العمل. دعكم أيضا من تصديق تلك الإشاعات التي تقول أنه أي إنسان يستطيع طلب فيزا تأشيرة أوروبية وهو لا يعمل، وهذا أمر عادي جدا. أخبرتكم مرارا وتكرارا أن هذا الأمر هو في حالات استثنائية مثل الحالات المرضية فقط. أما بالنسبة إلى الفيزا السياحية أو فيزا بداعي الدراسة، فهذا الأمر يتوجب عليه العديد والعديد من الشروط الخاصة بالنفقة، بمن ينفق عليك، أو إذا كنت أنت في حد ذاتك تعمل. لذا تجنبوا هذه الأخبار وهذه الطرق التي قد تضيع وقتكم وتعيقكم ولن تستفيدوا منها. والآن لم يبقى لي إلا أن أقول لكم فضلا وليس أمرا، الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد، وما تنسوش شاركوا هذا الفيديو حتى تعم الفائدة على الجميع. والآن أترككم مع هذه الفقرة التي ستستفيدون منها إن شاء الله، والسلام عليكم.